نشرة الأخبار بقناة الجزيرة في خطر. معي على الهاتف أكرم خزام. أخ أكرم، ماذا تقول المصادر لديكم عن هذا الحادث الذي حدث بالأمس؟ هل عندك مزيد من الأخبار أو المعلومات تريد أن تنقلها إلينا؟ أخي جمال، لم نحصل على معلومات كافية مما لديكم. أكرم خزام، الجزيرة، موسكو. جمال بقى، انتهت نشرة الأخبار. يعني بتخيل طبعا بعد النشر الاتجاه المعاكس لو هتقدمه تعمل ايه؟ فيصل حبيبي، فيصل الحقيقة دكتور فيصل بطل شوية بعد ما يعني قلدته قدامه، فهو بطل حركة ايده، بس طلب من المصور ان يجيب نصر فوقاني ويلغي ايديه من تحت لانها شغالة برضه، هو مش قادر يعني. مع الضيفين بقى، يعني سيبك من الحركة ديت لان هو بطلها فعليا. يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة، أرجوكم أرجوكم، سأعطيك الفرصة، سأعطيك المجال، سأعطيك المجال، سأعطيك المجال، عندي فاصل، سأعطيك المجال، سأعطيك المجال. سيدي سيدي المشاهدين الكرام، نعود بعد الفاصل. يبدأ يبص لل رجع فيصل، قل له الأخ زيد، والله يا أخي الأخ عبيد قال عنك وسبك وشتمك وقال عنك أقزع الشتائم. أنا بسمع هذه الكلمات وأنا أقشعر بدنا، وأنت ساكت ولا لم تنطق ولم ترد، عليك بس في الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة كيف ترد على هذه الاتهامات؟ الرجل اتهمك اتهامات فاضحة واتهامات خطيرة، كيف ترد عليه؟ كيف ترد؟ فالضيف يقول له يعني ربنا يسامحه. سيد عبيد، سيد عبيد، معنى هذا الاتصال. الاتصال ده بقى هو حيشتم في الرجل التاني. أول ما يجي الاتصال يعمل نفسه مشغول عشان الراجل بيتبهدل. كيف ترد سيد عبيد على هذا الكلام؟ يعني الراجل سبك وشتمك والله واتهمك باقزع الشتائم واقزع كيف ترد على ارجوكم ارجوكم يا جماعه يا جماعه يا جماعه، ساعطيك المجال ساعطيك المجال ساعطيك المجال، نعود اليكم بعد هذا الفصل. تقول لي مش ماسكات؟ ده انتوا كلكم ماسكات. طبعا انا متخيل فيصل بيطلع من البرنامج مدعوك من الاثنين. يعني انا نفسي مره فيصل، بس حصلت على فكره، فيصل جه في برنامج والاثنين كانوا هادين، واحد سوداني كانوا مؤدبين خالص، ده يسامح ده وده يسامح ده. هو قاعد وانا مراقب جدا وبضحك لاني متخيل اللي هيحصل ويذنبك في ده، ويدي جمله كده يقول له يعني بتاف. يعني ما عندك رد. فما لقاش، جاب ناس من بره، ناس شتمه، ما فيش. فهو حس ان الحلقه بايخه، فتلاقيه في اخر الحلقه متضايق ويسلم على الـ يعني لما يسلم تعرف ان هو ما عرفش يسلم على ده ويسلم ده. في بقى مشكله، تلاقيه بيلم الورق بتاعه قبل ما التترات تنزل ويطلع يجري. سامي حداد. استاذ سامي، استاذ سامي احنا مسمينه نيجاتيف، البلاك البلاك في الورق والشعر الابيض الجميل ده، هو جنب من الكادر السعد معايا ده. يعني يا اخي، يقولون ان هناك مؤامره او ما الى ذلك، الا ترى معي من وجهه نظرك البحته، ومعي هنا ضيوف وممكن ان يردوا، الا ترى معي ان الموقف بشيء ما، مش عارف هو بيدور على ايه في الالم يعني. والله العظيم انتوا والله يعني قناه جميله جدا بتقبل النقد. الاستاذ جميل بيسلم عليك على فكره، بحبه جدا. انا بقى لي كتير ما شفتوش يعني. استاذ جميل عازر، ومعنا هذا الهاتف
السيد شورا باراشينشي، ألا ترى أن العملية التي حدثت هل هي قنبلة أم أنها أنبوبة بوتاجاز أم أنها مجرد ألعاب صبيانية أحد ألقاها؟ أن ماذا ترى من وجهة نظرك في تفضل.